السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم استاذ محسن المسكي. دونك غنكملوا هاد البيليس ديال الموديل اتوميستيك او لا ستركتور دو لا ماتيير. دونك في الشابيتر الاول شفنا لي كونستيتيسيون دو لاتوم، درنا الكور، درنا لي زيكزيرسيس. باقي كاين ايضا تي دي ديال الشابيتر 1. دونك دابا غندوزو للشابيتر 2 اللي هو لي موديل كلاسيك دو لاتوم. دونك غنبداو باول موديل اللي عندنا، حيت كاينين دي موديل اللي قبل، حنا غنشرحوا هذاك الشيء قبل من رودولفورد، ما كيهموناش مثلا دالتون اكسيتيرا. دوك دي موديل اللي ماشي مهمين بزاف في البروغرام ديالنا ديال لاتوميستيك. دونك اول حاجه غنشوفوا موديل دو رودولفورد، من بعد من رودولفورد غنكتشفوا شنو هو هذا الموديل، شنو داير هذا رودولفورد، شنو هما النتائج اللي وصل ليهم، ومن بعد منا غنكتشفوا واحد النقص. دونك كاين واحد النقص، شكون هو؟ خصنا نحسنوا هذاك الموديل، يعني غيجي واحد الموديل اخر اللي هو ولا واحد لا تيوري جديده اللي غيجيبها لينا بون اللي غنشوفوا في لا فيديو الماجي ان شاء الله. وحتى هو راه عنده نقص. دونك اول حاجه غنبداو شنو هي ديك كلمه موديل، شنو هو موديل؟ دونك موديل هو اش؟ هو واحد النموذج اللي اش؟ اللي غيشرح واحد التصور. دونك رودولفورد اش دار؟ تصور لاتوم بواحد الشكل. فبحال ملي كنكون عندي واحد التصور في راسي كنحاول نوصل الفكره ديالي. دونك باش غنوصل هذيك الفكره خاصني نصايب اش؟ خاصني نصايب لها واحد الموديل، يعني هكا باش نوصل الفكره او التصور ديالي للناس. دونك رودولفورد عنده واحد التصور البنيه ديال اش؟ ديال الذره، اللي هو لهذا الشكل اللي غنديرو، شنو هو القوانين اللي غنديرو، وغيعطينا واحد الموديل. طبيعة الحال هو ماشي غلط، ولكن كاينين فيه واحد الجوانب اللي مزيانين اللي صحاح اللي بقاو خدامين، وفي نفس الوقت كاينين فيه واحد الجوانب اللي اش؟ اللي ما قدرش. دونك ملي غيعاود ليا شي واحد شي قصه اولا غيعطيني واحد التصور، غنكتشف انه داك التصور اللي عنده ناقص، ما كاملش. دونك خاصو يجي شي واحد اخر اللي غادي يكمل عليه. دونك هذا الموديل دو رودولفورد راه شوفوا معايا السنه اللي كان فيها تقريبا 1911، دونك قديم بزاف. دونك 1911، دونك 2000 واش، دابا حنا راه في 2020، نقدر تشوف هاد لا فيديو في 2022 2023 وغنبقاو نقراو هاد الموديل ديال رودولفورد. علاش؟ حيت هاد الناس غيروا المسار ديال اش؟ ديال العلم. يعني العلم داز من واحد العقبات، في كل انجاز وقع حق العلم. دونك اش كنديروا؟ هذاك الانجاز كيبقى كاتب سميتو فاش؟ في التاريخ. دونك على بركه الله موديل دو رودولفورد اولا عنده سميه اخرى، نقدروا نقولوا هو واحد الموديل كيتسمى الموديل بلانيتير. علاش؟ حيت بحال غيعتبر انه الشمس راه هي النوايو، ولاز الكترون هي الارض كدور حول اش؟ حول داك الشمس. دونك شنو دابا غنخدموا هاد الكور ديالنا بالنسبه لاتوم ديدروجين. دونك شنو قال لنا هاد عفوا رودولفورد؟ هذا هو النوايو ديالنا، نوايو ديال الهيدروجين. شحال غيكون فيه الهيدروجين؟ اش عندنا ان سول بروتون اي ان سول الكترون. دونك النوايو راه هو اللي عنده واحد لا شارج بوزيتيف اللي فيها واحد بروتون. واشنو قال لنا رودولفورد؟ قال لك اسيدي راه الالكترون راه اشنو كيدير؟ راه غادي يدور، عنده واحد لاماس. دونك عطانا حنا ما نهضرناش دابا على الاكتشاف ديال النوايو اكسيتيرا، حنا الهدف ديالنا هو الدراسه ديال هذا الموديل. قال لك اسيدي انه لاتوم ديال الهيدروجين مناش غتكون؟ من واحد نوايو وواحد الالكترون اللي كيدور حول اش؟ حول هذيك النواه. يعني عنده واحد المسار دائري كيتحرك حول اش؟ حول النواه، بحال الشمس الارض كيفاش كدور على الشمس. طبيعه الحال اي جسم في حاله حركه غيطبق عليه قوانين ديال اش؟ ديال الفيزياء. غير هو القوانين اللي غنطبقوا عليه لي لوا ديال اش؟ ديال الفيزيك كلاسيك، حيت هادشي كان قديم قبل ما تخرج واحد الفيزيك جديده اللي هي الميكانيك اش؟ كوانتيك. دونك اشنو قال لك هاد رودولفورد؟ قال لك الالكترون كيدور في واحد المسار دائري. دونك المسافه ما بين الالكترون والنوايو شناهي؟ هي الغيون ديال هذيك لاتوم اللي هو اغ. هذاك الالكترون عنده واحد لاماس. دونك اي جسم كيدور دونك عنده واحد المتجهه ديال السرعه. دونك مثل لينا هنا، هذا هو، تخيلوا معايا ان المسار غيكون في هذا لو سونس. دائما السرعه كتكون ماسه الاش المسار. جا قال لك اسيدي بما ان النوايو في واحد لاشارج بوزيتيف والالكترون عنده واحد لاشارج نيجاتيف، حنا كنعرفوا في الكهرباء في الالكتريسيتي دو شارج اش دو سين اوبوزي غيوقع بيناتهم اش؟ غيوقع بيناتهم اش؟ واحد لاتراكسيون. يعني هذيك النوايو اش غدير؟ غطبق واحد القوه اش؟ فورس الكتروستاتيك، كهروساكنه على هذاك الالكترون. دونك لا فورس الكترون
ستاتيك، المصدر ديالها منين جاي؟ من الاختلاف ديالاش ديال الشحن الكهربائيه. واللي قرا النموذج ديال الالكتريسيتي راه غادي يقرا نقراو فيه بلي ديتاي اشنا هي لا فورس الكتروستاتيك. متفقين معنا؟ ولكن اي موفمون، هذه القوه الاولى، كاينه واحد القوه اخرى اللي خاضع لها داك الالكترون، شنو هي؟ اللي عندها علاقه اش بالسرعه، دونك بالسرعه ديالو. هاد التجربه بسيطه كنا كنديروها. دابا مثلا تخيل معايا الا كان واحد مثلا واحد طوبيس ولا تران ولا شي حاجه، مثلا ناخذ طوبيس في واحد الرومبو، الا تحل الباب اش كدير؟ على غفله ولا شي حاجه، غتلاحظ انه الا كانت واحد العمليه الدوران بحال هكا، ولا شدينا غير شي دري صغير وبدينا كندورو فيه واحد اللحظه تطلق لينا داك الدري، الا تطلق فين غتلاحظ انه غيطوع غيمشي بعيد، ياك ولا لا؟ دونك هي شدها دور، شد شي حاجه وبدا تدور فيها وطلق اوتوماتيكمون، غتبان لك بعدات. دونك هاد واحد لافورس، هذيك لافورس كتسمى لافورس سونتريفيج ديك اش او موفمون سيركولير. دونك فيما تكون عندي حركه دورانيه كتكون ناتجه على واحد القوه اش اللي كتسمى لافورس سونتريفيج. هاد لافورس سونتريفيج غتكون ديريجي فيغ اش فيغ ليكستيريور، هادي هي لافورس سونتريفيج. دونك الالكترون خادع لاش، خادع جوج ديال القوى. دونك اول حاجه غنبداو بها هو بحال غنجردو القوه، دونك اف الكتروستاتيك، هاد اف او هي لافورس الكتروستاتيك ياك، اف سي قوة الخادعة الثانية ديالو هي لافورس سونتريفيج، دي اش منين جاي هاد لافورس سونتريفيج؟ دي او اش او موفمون سيركولار، يعني الاصل ديالها جاية من الموفمون سيركولار. دونك اشحال غتساوي هاد لافورس، الموديل ديال هاد لافورس الكتروستاتيك كنقراوها في الالكتريسيتي، لافورس الكتروستاتيك هي واحد المعامل ديال التناسب 1 سور 4 بي ايبسيلون 0 اش لا شارج بوزيتيف لا فالور ابسولي ديالها فوا لا فالور ابسولي ديال لا شارج نيجاتيف. دونك شنو هي لا شارج نيجاتيف بوزيتيف؟ كاين بروتون واحد، بروتون الشحنه ديالو هي او، وهنا كاين الكترون واحد، دونك الكترون واحد الشحنه ديالو ايضا او، على المسافه هذا لوا دو كولوم، على المسافه اللي بين هاد جوج شحن اللي هي لا ديستونس ار او كار. دونك هاد العدد هذا 1 سور 4 بي ايبسيلون 0 غنسمي واحد بوجي ك كصغيره، او فوا او هي او او كاري سور ار. دونك هذه هي لا فورس الكتروستاتيك، الموديل ديالها بطبيعه الحال. دونك الا بغينا لا موديل ديال لا فورس سونتريفيج شنو هي؟ دونك لا فورس سونتريفيج هي اش؟ هي ام ديال الالكترون، لا ماس ديال هذيك اللي كدور فيها، فوا لا فيتيس او كاري ديالها سور ار ياك. دونك هذا فيما يتعلق باش، هذا فيما يتعلق بلا فورس سونتريفيج. هادو دي زيكسبرسيون اللي خاصنا نعقلو عليهم، متفقين؟ دونك اشنو دار هاد رودورفورد؟ قال لك اسيدي الاستقرار ديال اش ديال لاطوم راه مفروض عليه انه اش انهم لي دو فورس باش الالكترون. دابا الا كانت هاد لا فورس كثر من هاد لا فورس اش كدير؟ غيتجر لداخل، ولا كانت هاد لا فورس كبر من هاد لا فورس غيمشي على برا. دونك لا ستابيليتي ديال لاطوم، دونك اول حاجه دارها اولا عقلوا عليها. دونك شنو قال لينا؟ قال لينا لا ستابيليتي اش دو لاطوم. دونك لا ستابيليتي ديال لاطوم غتحتم عليك انه اش انه لي دو فورس خاصهم يكونوا متساوي، حيت قد هادي قد هادي. دونك لا فورس سونتريفيج راه ايغال موديل ديال لا فورس الكترو ستاتيك، وهذا غادي يخرج لنا واحد المعادله، ياك ولا لا؟ دونك هاد المعادله شنو غتحتم؟ ان هذا ايغال هذا، ياك ولا لا؟ دونك من هنا شنو نقدر نقول؟ نقدر نقول انه ك فوا او او كاري سور ار او كاري، هنا راه لا ديستونس او كاري، كتساوي ام في او كاري سور ار، ياك؟ خذ معايا هذيك في او كاري نخبيو، هذا المات خبي، خذ من هنا واحد في او كاري نقدروا نحتاجوه من بعد، سينو خليها بحال هكا ماشي مشكل. دونك في او كاري الا بغيناها هنا لا بوشي تاغ عندي ار كتشبه الفي في الكتبه ديالها، دونك هنا تمشي واحد ار مع واحد ار نقدر نخليوها غير بحال هكا. اش غيولي عندنا؟ يولي عندنا ك او او كاري سيغ ار كتساوي ام في او كاري. عقل على هاد ليكواسيون
K هو 1 sur 4 pi epsilon 0 و H و الفيرايا فيتاس ديال هذا و M نقدروا نديروا له واحد لانديس هنا M ديال الالكترو. هذه اول حاجه دار. ثاني حاجه شنو قال لك؟ قال لك لا كونسيرفاسيون ديال لينيرجي، الطاقه ديال هذاك الالكترون كيتحرك مادام ان الالكترون غيبقى كيتحرك كيدور في نفس البلاصه، دونك الطاقه ديالو غتبقى اش منحافظه. دونك ثاني قانون قال لنا هو اش هو لينيرجي توتال ديال الالكترون. دونك باش نحسب لينا لينيرجي توتال دو الالكترون اللي غنسميوها لينيرجي توتال. دونك نفس الشيء غيطبق القوانين ديال اش ديال لا ميكانيك كلاسيك. شنو هي لينيرجي توتال؟ دونك لينيرجي توتال ديال واحد الالكترون هي لينيرجي اون جينيرال لينيرجي ميكانيك هي لينيرجي توتال. دونك هنا نقدر نسميها لينيرجي ميكانيك حيت هو موفمون. دونك هي لينيرجي اش سينيتيك بلوس لينيرجي بوتونسييل. ياك هادشي اللي دار شد لينيرجي بوتونسييل زاد على لينيرجي سينيتيك هذيك هي لينيرجي توتال. افيك شنو هي لينيرجي سينيتيك؟ لينيرجي سينيتيك كنعرفوها في لا ميكانيك هي ان دومي ام ديال من ديال الالكترون فوا لا فيتاس او كار. ياك ما عندنا ما نبسطو فيها. دونك لينيرجي بوتونسييل اش كتساوي؟ هي موان لو ترافاي اكسيتيرا. هنا ما غندخلوش بزاف في الفيزيك في الميكانيك و... دونك غنحط غير لا فورميل وغنحسبوها. دونك من بعد غنفهمو مزيان من في الميكانيك. هنا في لي زيكزام ديال لاتوميستيك اكسيتيرا ما غيطلبش مني نبقى نديمونطري بزاف. حنا الهدف ديالنا هو تفهم حيت هادشي اونشيني بحال واحد ليستوار دابا قصه. انا نبني معاكم هاد التصور وغتفهموه مزيان وغندوزو وغنكتشفوا فين النقص. غيجي واحد اخر غيكمل وهكا غتبقى القصه. غتولي عندك هاد الموديل اتوميستيك في عقلك بحال واحد ليستوار عمرك ما غتنساها. يعني جا واحد قال شي حاجه قال لي لاخر لا عندك غلط كمل لي لاخر اكسيتيرا وغاد. دونك هي اش هي موال انتغرال من اخ حتى لانفيني ديال اش ديال اف الكتروستاتيك ديال لا فورس سكالير لو ديبلاسمون دي دو اخ. علاش هاد لانفيني بحال بغاو يقولوا ان بوتونسييل او ريفيرونس غيكون كيساوي زيرو. يعني بحال من لانفيني جاي الاخ البوتيتير يعني جاي لهذيك لا بوزيسيون. هنا ديما البوتونسييل كيكون ديفيني في واحد البوان دو ريفيرونس. ما كيهمناش المهم عندي انا هو هاد لا فورميل ديال اش ديال لينيرجي بوتونسييل اللي كاين عندها علاقه بالميكانيك. حنا كنقراو لاتوميستيك يعني ماشي مهم منين جاو لي غولاسيون بالضبط. دونك هنا هذه ما عندي ما نحسب فيها لينيرجي سينيتيك مي لينيرجي بوتونسييل عندي واحد التكامل خاصني نحسبه. دونك موان لانتيغرال من اخ حتى لانفيني اف الكتروستاتيك شنو هي؟ هي كا فوا او او كاري سور اخ هاي ياك فوا دي دو اخ. هنا كاين تكامل. شنو هو لانتيغرال ديال اش ديال لانتيغرال ديال دي دو اخ سور اخ او كاري او دي دو اكس على اكس او كاري هو ناقص واحد على اخ. جرب ديريفي واحد على ار اش غتعطيك؟ غتعطيك هي واحد على ناقص واحد على ار او كاري مع الناقص هي زائد. دونك هادي ديريفي. اللي ما كيفهمش الماتش مزيان غيقول هي اش هي ار موان دو فوا دي دو ار او لا اكس موان دو دي دو اكس. هي اش هي واحد على ناقص جوج زائد واحد هذيك ديال لا بويسونس على ار اس ناقص جوج زائد واحد هي موان زا موان زا ملي غتهبط الاس غتولي هي ار. دونك هذا غير ماتش. شنو غادي يوقع هنا؟ غادي نخرجوا هذاك العدد. دونك هنا تساوي ناقص لانتيغرال. دونك غادي نخرجوا هذا العدد ك او او كاري ما عندنا ما نديرو به حيت ثابت او او كاري لانتيغرال شنو قلنا ديال دي دو ار على ار. دونك لانتيغرال ديال دي دو ار نكمل لينيرجي بوتونسييل كتساوي هي اش هي موان ك نقدر كنعوضو بالقيمه ديالو الا بغيت سينو نقدر نخليها بحال هكا ك فوا اش فوا او او كاري لانتيغرال ديال واحد على ار او كاري عفوا. شنو هو لانتيغرال ديال واحد على ار او كاري؟ هو موان زان سيغ ار مع هاد الموان هي بليس. دونك هي ان سيغ ار او كاري مناش من ار حتى لانفيني. دونك شنو غيبقى لي هنا؟ موان ك فوا او او كاري واحد على لانفيني ناقص واحد على كنا هادي لانتيغرال ديالها هي واحد على ار ناقص واحد ناقص واحد واحد على لانفيني ناقص واحد على ار. وحنا حسبنا لينيرجي بوتونسيال. دونك لينيرجي بوتونسيال هي اش هي موان مع ياك
moins مع moins هي plus. Donc k هو 1 sur 4 pi epsilon 0 fois h fois e au carré sur r. ياك دونك هذه هي h هي l'énergie potentielle. Donc l'énergie h ميكانيك اللي هي l'énergie total كتساوي هذه زائد هذه. هاي هذيك عقلتوا على v au carré اللي قلت لكم عقلوا عليها. هاي دونك علاش؟ حيت عندي هنا واحد على جوج ام في او كاري بلس هادي غتقراوها حتى في الاس 4 ملي غتافونسي اكثر تبغي الميكانيك كوانتيك. انا غادي نشرح دابا ديمونستراسيون بسيطه قدامكم الكور غنشرحو من ا حتى زد. في الاخر غنقول لك شنو خصك تبقى عاقل على هادشي اللي غنقول كامل. واحد على جوج ام في او كاري زائد واحد على اش على 4 بي ايبسيلون 0 او او كاري سور ار. دونك شوف معايا دابا هاد ام في او كاري شحال كتساوي. ام في او كاري غنعوضوها بالفالور ديالها. دونك هاي واحد على جوج هذيك ام في او كاري راه هي اش هي ك. شنو هو ك؟ هو 1 سور 4 بي ايبسيلون 0 ياك او او كاري سور ار ناقص زائد عفوا هذيك الانرجي بوتونسييل هي 1 سور 4 بي ايبسيلون 0 اش. هنا دونك عندك نكون غلطت في شي سين دونك هنا غالطين في لو سين. دونك شوفوا معايا هاد الموا راه دخلات هاد الموا هنايا في الانتيغرال. دونك الانتيغرال ديال دي دو ار على ار او كاري هي موان زان سور ار. دونك موا هنايا مع الموا هنا هي بلوس. دونك هنا راها بلوس صافي هاد الانتيغرال موان 1 سور ار او كاري و دونك هنا بلوس. دونك هنا كاين عندنا موا. دونك هنا كاين عندنا موا ياك 1 سور 4 بي ايبسيلون 0 او او كاري سور ار. دونك لاحظوا معايا انه هذا تولي 8. لينيرجي توتال هي اش هي او او كاري سور 8 بي ايبسيلون 0 اش ار على ار. وهنايا ناقص او او كاري على 4 بي ايبسيلون 0 ار. لاحظ انه الا ضربنا هنا الفوق في جوج والتحت في جوج جوج في جوج شحال تولي 8 غيولي عندهم نفس المقام. دونك جوج هادي ناقص هادي اش غيعطينا هي او او كاري ناقص ديالها واحد ناقص جوج ناقص واحد على 8 بي ايبسيلون 0 فوا اش فوا 1 سور ار. هادشي اللي دار سيدي رودرفورد ولقى لينا لينيرجي توتال هي هادي هي موان واحد العدد او او كاري سور 8 بي ايبسيلون 0 في 1 سور ار. متفقين؟ دونك هاد او هي اللي هي 1.019 الايبسيلون 0 واحد العدد ثابت معامل التناسب بيت. دونك هذا كونستانت في اش في ار. يعني اشنو وصل رودولفورد؟ وصل ان لينيرجي توتال راه هي واحد داله اللي المتغير فيها شكون هو؟ هو واحد على ار. دونك راه بون فونكسيون ديال اش ديال واحد على ار. يعني راه واحد داله بدلاله اش بدلاله ار. متفقين معايا؟ دونك هادشي اللي دار. لاحظوا انه هاد الداله هاد لا فونكسيون هادي كيفاش دايره؟ ها فونكسيون كونتيني داله متصله على ار اطوال ار ما غيكونش كيساوي زيرو. دونك راه هاد لا فونكسيون راه كيفاش دايره؟ فونكسيون كونتيني سور اش سور هذاك زيرو بليس لانفي. دا شويه ديال الماط هنا حنا غنشرحوا شنو هو العلاقه ديالو بالفيزيك. دونك من هنا من هاد انه شنو الى تراسينا نقدر نمشيو بعيد ونتراسيو ياك المنحنى ديال هاد لينيرجي ديال الالكترون. دونك ها هي لينيرجي اون فونكسيون دو ار. لاحظ انه واحد على ار داله كيفاش دايره؟ تناقصيه ياك ولا لا؟ دال واحد على ار غادا وكتنقص ولكن راه عندي واحد المعامل سالب يعني اش يعني لي زينيرجي ديما غتلقاها سالبه. حاول درنا بحال هكا لينيرجي راه ديما سالبه وغادا كطلع. دونك لوسكو ار ايغال اش ايغال زيرو تعطيك هي موان لانفيني هايا ياك. ولوسكو ار طون فير بليس لانفيني واحد على بليس لانفيني شحال زيرو بحال هكا لينيرجي كتبقى تطلع 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 بشويه بشويه حتى توصل اش حتى توصل للصفر. بقى مع قيم اللي كيفاش دايره اللي سالبه. شنو هو دابا هذا المات؟ دونك هذه كونكليزيون ديال اللي دار رودرفورد. شنو دار؟ طبق واحد القوانين اللي كنعرفو عاديين. قال لك اسيدي لا ستابيليتي ديال لاطوم خاص
في سونتريفيج، انت شنو غادي تحفظ من هنا؟ يعني انا بروف بغيت نحط لك اكزاما ولا شي حاجه، انا شفت دي زيكزاما اللي كيعطيهم هذا الشيما ديال موديل بلانيتير، وكيقول لك تراسي ليا كل هاد لي كومبوزونت وقول لي شكون هما. يعني خصك تكون حافظ الفورس سونتريفيج، الفورس الكتروستاتيك، لا فيتاس، يعني تعرف هاد الشيما ياك ولا لا، وتعرف لي زيكسبرسيون ديال كل وحده، ديال الفورس سونتريفيج فونس. مي واش هاد ديمونستراسيون غايقول لك؟ ما غايقولش لك في ليكزاما ديمونطري ليا على هادي، يعني سير. ولكن مزيان نعرفوا اشنو واقع، حيت هادي غتفيدني في الموديل اللي غيكون جاي من بعد، اللي هو موديل دوبو، متفقين؟ دونك المهم عندي هو تعقلوا ليا على هاد السميات ديال كل وحده وشنو وقع. مي الكالكول ما مهمش بزاف، المهم اننا وصلنا للنتيجه شنو هو ديال الكابور رودولفورد، عفوا، لقى انه الانرجي راه كيفاش دايره، راها واحد الداله متصله اور ليكسبيريم، هذه النهايه ديال اش ديال الموديل ديالو. دابا غندوزو النقص ديالو، دونك دابا غنشوفو اش لانكونفينيون ديال هاد الموديل، ومن هنا غيبان انه راه هادشي اللي دار راه فيه واحد الحوايج اللي خصهم يتحسنوا. دونك لانكونفينيون دو سو موديل، يعني النقص ديالاش اللي كاين فاش في هاد لو موديل. اشنو قال النتائج؟ نقص هاد النتائج اللي كاينين. دونك النتيجه الاولى شنو قال لنا؟ قال لنا انه الانرجي راه كيفاش دايره، راها داله متصله ياك. دونك الانرجي اي كونتيني اون فونكسيون دو ار ياك، سيتادير انه اش انه الالكترون اشنو يقدر؟ يقدر ياخذ ها هو الالكترون في اي بلاصه، يقدر ياخذ اي فالور ديالاش ديال الانرجي، يعني كاع القيم ديال الانرجي متاحين ليه، يعني اي فالور ديال ار كوريسبوندون لواحد الانرجي، كل فالور ديال ار كوريسبوندون لواحد الانرجي. يعني ملي كنقول لك الانرجي راه كونتينيو اون فونكسيون ديال ار، يعني سيتادير ان الالكترون بو اش بو سي، يعني يقدر يكون عنده اش نامبورت كل انرجي، يعني يقدر يكون عنده اي فالور ديال الانرجي راه متاح، من موال انفينيتي للزيرو هاد القيم كلهم يقدر ياخذهم. وانتم غتشوفوا معايا انه هادشي راه ماشي 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 صحيح ياك ولا لا. دابا النقص الثاني عنده انه اي حركه ديال الدوران، دابا داك الالكترون ملي غيبقى يتحرك، غيبقى هاد الالكترون غيبقى يدور على النوايو، راه سي نورمال كاينه واحد البير تيرميك حراره وداكشي غادي يعيا هاد الالكترون، يعني الانرجي ديالو غيبقى يفقد، راه الحركه ديالها دي غيكون واحد الاشعه، يعني غيطلق دي غادياسيون، يعني راه اش يعني الانرجي ديالو راه غتبقى تنقص بشويه 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 بشويه. دونك هاي يعني كل ما كيعيا كيبعث واحد اشعه، يعني كيفقد واحد الطاقه، الانرجي ديالو كتنقص، يعني اوتوماتيكمون الغيون ديالو، يعني الالكترون غيبقى يقرب بشويه 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 حتى يطيح في النوايو. دونك الالكترون سو رابروش دو بلو سون بلو اش سور لو نوايو ولا اون نوايو بور اش لوكال، يعني في الاخر اش فيني باغ طوند في النوايو. يعني شوف هاي ساهله، الالكترون هالمسار ديالو الانرجي ديالو اش كدير؟ كتبقى كتنقص 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 حتى غادي يطيح في النوايو، يعني هذيك الاشعه هادو الانرجي اللي كتفقد منه. دونك اش غيدير؟ غيبعث واحد سبيكتر، هذاك القوه الطاقه اللي كتضيع هذاك البيرت كنسميوه سبيكتر، احنا نشرحوها من بعد، في الاول كنحاول ما نحطش ديمو اللي غنعاود نشرحوهم من بعد باش ما ندوخوش كثر. المهم انه هاد الانرجي اللي غادي يفقد غتعطينا واحد كلمه اش، غيعطينا غيبعث واحد طيف سبيكتر كونشي اور ليكسبيريونس مونتر كو اش كو لو غيونمون، هذيك الاشعه اللي كيطلقهم اش
لا بوم ديدروجين ملي درناها اكسبيريمونطالمون يعني ملي قلبنا في ليكسبيريونس لقينا هاد الاشعه اللي غيطلق هذاك الالكترون من غير يقرب اولا من الطاقه ديالو كتبدا تنقص راه كيبعث واحد سبيكتر اللي هو ديسكونتيني يعني الطاقه غير متصله. هو اشنو هو القوانين ديالو فين وصلوه؟ وصلوه لانه الطاقه متصله، الالكترون يقدر ياخذ اي قيمه ياك ديال الانرجي وديال الغيون وبقى يقرب شويه بشويه تيطيح ياك. اور ليكسبيريونس شنو دار؟ تبشت لينا العكس ديال هادشي. ليكسبيريونس تبشت لينا انه سبيكتر ديميسيون دو لاتوم ديدروجين ملي شدينا الطيف، الطيف هو مجموعه ديال اش ديال لي غيون، ملي درنا ليهم الاناليز لقينا ان هذاك الطيف راه غير متصل. خلاصة انه هو هذا الموديل ديالو التصور ديالو وصل لواحد النتيجه انه اش انه هذاك الشيء متصل ودزنا الاش ملي درنا ليكسبيريونس لقينا انه راه غير متصل اكسبيريمونطالمون. دونك هنا لا نيسيسيتي ديال اش دو بير فونكسيوني اش سو موديل، يعني اشنو خصني ندير؟ خصني هذا الموديل نحسنوه فيه نقص ولكن راه كوميم راه وصل لهاد النتيجه. دونك هاد النتيجه اللي عنده غنشدها وغنحاول نزيدو عليها واحد اش واحد لا تيوري جديده هي التيوري ديال اش ديال بور هي الشابيتر اولا لا بارتي اللي جايه من بعد. دونك بور اش غيدير؟ لاحظتوا ان هادشي راه زوين راه بحال القصه. دونك بور غيشد هادي ولكن غيحيد منها هاد لا كونتينيتي وغيدير واحد لا نونسيون جديده ديال لا ديسكونتينيتي اللي هي لا كونتيفيكاسيون د لينيرجي ود الغيون ود الاش مومون سينيتيك هي اللي غنشوفو في لا فيديو اللي جاي ان شاء الله. دونك هاد لا بارتي مهمه بزاف علاش؟ حيت داكشي اونشيني لاتوميسيك اونشيني كي اللي غيجي شويه صعيبه او نيفو ديال لي كالكول. انا ديطايت لكم لي كالكول سي با لا بين باش تحفظ هادشي كيف ما هو. المهم عندي هو تفهم هادشي اللي قلنا لي غون اكس اللي قلت اشنو هما اللي شنو داروا داكشي. يبقى عندك القصه فاش فراسك والنتائج قدروا يحطوا لك دي كيسيون دو كور شنو هو هاد الموديل شنو هما لي زانكونفينيون اللي كاينين فيه.